السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رافع معكم هزول في اللون. بونجور ميسيو دام. دونك طيت شوية باسكو كاين بوكو دانفورماسيون بوكو دو تروب كيما يقولوا. سكيفي الانسان لازم يقعد شوية باش يطم لي زانفورماسيون يركوبيهم كدا باش يعرف الخاطر اللي راه يدور بالجزائر من الداخل ومن الخارج باش نعرفوها مليح. والخارج ما يقدر يدير والو بلا الداخل، هادي ديروها مليح في بالكم. دونك اليوم لحقنا لواحد واحد لا بيريود ستادير وصل المغرب في وهران. لحقنا لواحد لا بيريود وين سقط القرن اسرائيل والاعتراف بها. اللي ما يعترفش باسرائيل كدوله هكذا وبسقط القرن يهدموا له بلاده، وهذه بكري ميتوكاتيك تاكسيليري بدات بالعراق وروح دايم سكيفي. اكو تشوفوا هاد الايامات كاع واش راهو يطرا بين العرب الخارج كاع تعرفوا بهم، تركيا حليف ديالهم هكذايا والمغرب كيف كيف اللي يعني قدامنا لا فرونتيير. سكيفي جميع بلاد ما تستعرفش باسرائيل دوك اكتيالمون يفو امبوزي اسرائيل، رايحين يمبوزيو. علاش؟ باسكو كسروا كاع البلدان، العراق تكسرات، سوريا تكسرات، جوج دخلوهم في حروب المرتزقه تاعهم، ليبيا كيف كيف هكذايا. دونك دوكا لازم يمبوزيوها، يمبوزيوها البلدان اللي قعدوا ريكارسيتون، ما كانش ما مستعرفوش بهم. دونك هاد الخطه هادية راهي موجهه للجزائر كانا، الجزائر الي فيزي. كاين ناس اللي راهم يحرضوا على الجيش، صافي دوكا عام ونص الجيش تاعنا نحبوا تفليقه، دارو خين الحبس، نيطواي لي رون ديالو، اللي داهم الحبس داهم الحبس، ستة في الحالة دار الرئيس هكذا. بعد دارت لي المظاهرات هادوك عادو ولاو يعيطوا الجيش لي جينيرو الا بوبال، الجيش ديال الاستقلال، الجيش قتال، مدنية ماشي عسكرية وكذا. والخدمة هادي نتاع لي زونسيان تاع الفيس والاخوان المسلمين الور تات لو ساتيليت تاع الاخوان المسلمين التركيين اللي هما رشاد هكذايا. يزون ريوسي باش يجروا الشعب لهاد لي سلوغون هادوما، يزون ريوسي باش يجروا الشعب، الشعب مسكين ما على بالوش راهو غير يطبع برك. الوغ الجيش تاعنا حنا نسحقوه، ما لازمش تصطدموا معاه، تصطدم مع الجيش تسمى راح ترجع الحراك عاصا في يد الامبرياليه، ودوك نوريها لكم هكذايا. دونك لي دونجي اللي راهم دايرين بالجزائر اكتويلمون هكا درك سي كو اي نو زون اونتوري بدي باز تاع لوطون امريكان اسرائيل، كي دي لوطون دي اسرائيل هكذايا. نو سوم اونتوري دونك اكتويلمون نو سوم اونتوري، لا بيليجيرونس بدات من المغرب ديجا. هذاك الكونسول اللي قال للجزائر عدوا ما ريبونديتش عليها انايا باسكو قلت خلي الوقت شويه، جوز طيح الغبره الناس تهضر وكذا، من بعد نشوفوا كاش كي سباس، علاش في هذا الوقت بالذات بوركوا ان سو مومون هكذايا. سمعوا سي زيطوط كيفاش يريبوندي باسكو هو اللي حرض على الجيش مع رشاد ومع اللي معاه داخل الجزائر كامل. نسمعوا واش يريبوندي على القنصل هذاك كيفاش يهضر شويه على القنصل المغربي ومن بعد يضرب الجيش الجزائري شنقريحه وروحو. ونثبت لكم باللي هاد الخبيث هذايا يخدم اجندا ايترونجي تاع لوطون باسكو تركيا راهي مع لوطون في ليبيا. لوطون راح يدخلوا ليبيا خلاص، عاودوا رجعوا لوطون ها كان معاهم في 2011 كانوا معاهم كامل باش تعرفوا شكون هو العدو تاعكم داخل الجزائر هكذا باش الحراك ما ينجرش معاه، باسكو سينو لو كان ينجر معاه يولي عصا في يد الامبرياليه يضربوا به الجيش تاعنا باسكو ما يقدرولوش. شوفوا مليح واش يهضر في هذا الفيديو. يتحدث الى بعض اخواننا المغاربه اللي تقطعت بهم السبل لكي يعودوا الى المغرب الى بلدهم، ما انه مش بعاد عليه يعني في وهران 300 كيلومتر راك في وجده يعني. يقول احنا رانا في بلاد عدو، كذبت، شعب جزائري والجزائر ليست عدوا للمغرب، والمغرب والشعب المغربي ليس اعداء للجزائر، احنا شعب واحد في الحقيقة قسمتنا زوج بغال، قسمونا البغال في الحكم من الطرفين، احنا شعب واحد
احنا المنطقة المغاربية كلنا شعب واحد في الحقيقة ومقسم إلى عدة بلدان، وسنعود بإذن الله شعب واحد وبلد واحد، لكن ليس مع هذه الوجوه العفنة اللي تعمق ولتستفيد من الصراع بيناتها. جماعتين حاكمتين في المغرب على درجات مختلفة حتى نكون منصفين، لكن على درجات مختلفة حتى نكون منصفين، يعني لا فوت على الجيري دوك تسمعوا، استفيدوا من خلق العداء وخلق العدو، بينما تروح للمغرب تشعر أنك في بلدك، ويجي المغرب الجزائر يشعر أنه في بلده. كاين مغاربة سيئين وكاين جزائريين سيئين، لا شك في ذلك، في كل مكان كاين الجيد والسيء، لكن الغالبية العظمى من الشعبين المغربي والجزائري يعرفوا أنهم شعب واحد، وأن الحدود والسدود فرقتهم من قبل كالاستعمار، ومن بعد جاءوا هذه حكومات الذل والإذلال، حكومات الفشل خاصة عندنا. لكن حتى نكون منصفين والإصابة، خلونا نشوف واش قال سفيه آخر راهو اليوم في منصب أعلى بكثير من هذا القنصل، اللي بالمناسبة اليوم يبدو أن السفير المغربي في الجزائر اعتبر أن الكلام سيء ولا يرقى إلى العلاقات ما بين الشعبين، و قال السفير المغربي قال بلي هذا لا يرقى إلى الشعبين، هكذا نوريكم دوك تشوفوا أنه إذا ثبت هذا أنه ستتخذ ضد إجراءات إلى آخره. لكن أن العصابة من الحقيقة ما تحتاجش أن المغرب يتخذ ضد إجراءات، كان ممكن تعلنوا بيرسونال نون غراتا، أي أنها تطردوا من البلد، لأن كلامه سيء وسيء جدا. لكن كاين واحد الآن هو صانع الملوك عندنا، صانع الرؤساء، قال كلام أشد بشع، خلينا نسمع واش قال. في 2016، وكان يومها قائد الناحية العسكرية الثالثة. يومها أنا شخصيا أدنت كلامه بأقوى الكلمات ورديت عليها، أعتقد كانت في القناة المغاربية يومها إذا كان ذاكرتي جيد. أقول أنا نفس الكلام، قلت شنقريحة اللي كان قائد الناحية العسكرية الثالثة أصبح فيما بعد في معركة 2018 اللي أطاحت بكبار الجنرالات. هنايا دار ضرب شنقريحه والجيش الجزائري بارابور لي ماروك، مروك هضر عليها شويه برك. الخطاب هذا داروا في كازيرنا، الاخر هضر عندنا داخل التيريتوار تاعنا، هما كانوا يحوسوا باش نحاوزوا الكونسيل هذاك باش يدخلوا معنا في بروبليم، ستادير لحدنا اليوم راهم يحوسوا على كاع المشاكل باش نديروا معاهم مشكل. شوفوا نوريكم، هذا قالك بلي المروك بلاش نهضروا على الشعب المغربي، نتفاهموا هكذا الشعب المغربي خاوتنا ماشي بروبليم، بصح الدولة تاعهم عميلة، يعني المملكة تاعهم عميلة أعداء الجزائر، وي ماشي حنا اللي نقولوها، هما يقولوها، هما يقولوها. دوك نوريلكم شوفوا باش تعرفوا كيفاش راهي تحاك المؤامرة على الجزائر من كاع لي كوتي. شوفوا نوريلكم، نعطيكم ان دوكيمون
دوكيمون نتاع لي فورس ارمي رويال ماروكان. لا استراتيجي تاعهم وشنو هي لا استراتيجي تاعهم؟ وشكون هما لي زنمي تاعهم؟ اون نوفيل استراتيجي دو ديفونس انتيغري دو ماروك. شوفوا هذا تاع لي فور. اوكي تاع دوكيمون بي دي اف. شوفوا واحد عميل كيخدم مع لي طونجي نوريلكم. الوغ بروغرام دي ديستراليزاسيون ميليتار كدا. هنا يقول لك إذن نوفو ديسبوزيتيف ميليتار ديسوازيف دو ماروك كونتكستواليزاسيون ايدنتيفيكاسيون دي مينونس. شوف هكذا ايدنتيفيكاسيون دي مينونس. شكون هي لا مينونس؟ شكون هو الانمي؟ اوكي لو ماروك كونتمبورين et ce depuis l'indépendance de 1956 devait faire face à plusieurs défis. Édifier un état fort, les institutions pacification des turbulences, accomplissement de l'indépendance et la récupération des présides et enclaves. Stopper la vague socialiste venant de l'Est. Je connais moi, la vague socialiste. Tout cela a poussé le Maroc à faire des discriminations et fixer des priorités parfois difficiles mais nécessaires. Une priorité particulière a été donnée aux contraintes et menaces qui s'écoulaient de la période critique de guerre froide durant laquelle l'indépendance du Maroc a eu lieu, se traduisant notamment par la naissance d'un nouveau voisin à l'Est qui n'existait pas historiquement. L'Algérie n'existait pas historiquement. شوف la conception de l'Algérie. المخزن ما خلينا من الشعب داير. شوف اذن les intentions d'exportation de la révolution ont constitué la menace majeure sur l'existence du Maroc actuel en tant que tel. Au-delà du différent de frontières, il est entre le Maroc et l'Algérie, le conflit était surtout idéologique. C'est ce qui générait un grand manque de confiance mutuelle qui dure relativement jusqu'à nos jours. L'équipement, la formation et la disposition des unités des forces armées royales phares ont depuis ce jour été orientées dans cette perspective d'une confrontation éventuelle avec l'Algérie. Des leçons tirées de la guerre des sables opposant les deux pays en octobre 1963 façonnent jusqu'à nos jours les dispositifs et tactiques des phares. Alors, se caractérisant à ce stade grosso modo par le souci de stopper l'assaut d'un ennemi en supériorité numérique et d'arrêt de colonnes blindées venant de l'Est. Ceci par le biais d'un bilan puissant d'artillerie, automotrice et blindée, s'appuyant sur une machine logistique infaillible et l'appui d'une aviation de chasse essentiellement tournée vers l'appui feu rapproché, close et support. Ceci au dépend du rôle d'Air Air qui a toujours été négligé chez les forces royales marocaines. L'expérience de la guerre du Sahara, donc là où je suis en train de vous dire, le PDF, je vais vous les menaces. Là, on n'existait pas, d'ailleurs, on est une menace. Ok. Ou tout faux, je vais vous dire le PDF, je vais vous mettre sur ma page Facebook, je vais vous mettre à part de la vidéo. Je vais vous dire, tout faux, les gars, l'armement de Houn, par rapport à l'Algérie, il faut que l'Espagne gagne. Il faut que l'Espagne gagne, c'est un ennemi. بون الاسبان سي لوطون ما يقدرش يدنا ليهم. تسمى هو الجيري هي الانمي ديالو. ماكاش تسمى عندنا بروبليم تاع لي فرونتيار تسمى بالشاروتين دو فوق حابين يدوها اكسبونسيونيست هكذايا الصحراء الغربيه بلوس لو كومبا ايديولوجيك معانا. هذوما العسكر ديالهم راهم يقولوا هكذايا. دونك اذا كان شي ريحه قال لك عدونا وعدويهم عنده الحق واش راهو يهضر. ماهوش يهضر من الريح. شتو بصح هذاك الخبيث
ما يعرفش بالك هذا الشيء ولا يعرف ويعمد، الله يعلم، ما نقدروش نقولوا على بالو، جو بونس باك على بالو باسكو سي تان بوليكو، تسمى يتبع غير في الجيش الجزائري وحب يسقط الجيش الجزائري، كما خاوتو في مصر ما قدروش يسقطوا الجيش المصري، وخاوتو في سوريا ما قدروش يطيحوا الجيش السوري، هو خاوتو مع لوطون طيحوه القذافي، تسمى حب دوكا يكذب الجزائر ما كانش، تسمى لازم يدير العداوه بين الجيش والشعب، باش يولي الشعب عصا في يد الامبرياليه. هاد الدوكيمون فو زالي فوار كيفاش لارمومون تاعهم كاع اللي بازي على لارمومون الجيريان، اوكي؟ هادي وحده. ثانيا نشوفوا دوك هكذا اكتويلمون واش راهو صاري. لا بروميير دي شوز راحين يديروا اون باز لي ماروكا على فرونتيير الجيريان. هكذا لو ماروك فا ايريجي اون باز ميليتير على فرونتيير افيك الجيري. علاش قلت لكم نخلو لي زانفورماسيون يخرجوا مليح وانا نهضر. دونك هاد لاباز هادي يقول لك رابات لونش لا كونستركسيون دي نوفيل باز ميليتير على فرونتيير افيك لالجيري، انديك ان دكري باري لو 21 مي او جورنال اوفيسيال. سولون لو سيت ماروكان، لو كوليماتور ال ايدرا لا سورفيلونس دو لا فرونتيير انتر لي دو بيي. Le chef du gouvernement marocain a signé un décret paru jeudi 21 mai dans le journal officiel du royaume chérifien autorisant la construction d'une base militaire d'importance stratégique près de la frontière avec l'Algérie. Cette décision intervient trois jours après un autre décret validant l'achat du missile sol-air type MLMIKA à la France. D'ailleurs, la France, au moins, elle a parlé de ce missile. Selon le document, le terrain sélectionné s'étend sur la superficie de 23 hectares. Il est situé dans la forêt de Ben Ali, dans la région de l'Aouinat, qui relève de la commune de Djerada. Le site d'information marocain, le collimateur, rapporte que la construction de la nouvelle base militaire s'inscrit dans le cadre d'importants efforts déployés depuis 2014 par le Maroc pour blinder davantage sa frontière terrestre avec l'Algérie. Donc, c'est une base. هاد لاباز شكون غيتيليزيها؟ هما يتيليزوها هما الامريكان الصهيون كامل. نقول لكم علاش دوك نوريلكم. يقول لك لو ماروك امبرنت بخي دو 200 مليون دورو بور اشتي دي ميسيل سول اير على فرونس. المروك سلف على فرنسا 200 مليون اورو. شوفوا. بون مليح. Le gouvernement marocain a validé par décret publié 18 mai au journal officiel l'achat de missiles sans air de type d'Amnay à la France pour 192 millions d'euros empruntés auprès de la BNP Paribas. Ok, c'est mal à vous, c'est bien, 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 c'est راهو يحب يقولوا العسكر عصا في يد الامبرياليه، وهو راهو يخدم مع الامبرياليه ويخدم في البروجي تاع الامبرياليه مع الناس اللي في العراق اللي يسبوا في الجيش. تبعوا مليح. دوك نوري لكم دانيال مهاديه. هادي سي لو 29 مي. اوكي. اون اوبيراسيون ميليتير الجيريان كونتر لو ماروك اي تيل بلوزيبل. لاناليز الارميست دان اكسبير ماروكا. تسمى راهم كونسول يقول لك حنا عدو باش نحاوزو لهم الكونسول تاعهم نديرو لي باس نديرو لي ميسيل ونبداو نروجو بلي لاجيري يحبو يصدمو على المروك. شوفو لاموندمون دو لا كونستيتيسيون الجيريان كي بيرمي على لارمي دانتيرفونيغ على لاترونجي دون لو كونتكست دو لا كريز كو كوني لو بيي افي رياجيغ ان اكسبير ماروكان. Dans une déclaration en Média 24, il estime qu'une opération militaire contre le Maroc n'est pas écartée, pour des raisons politiques et économiques propres à l'Algérie. L'expert marocain en géopolitique, El Moussaoui El Adjlaoui, assure dans un entretien accordé au site d'information Média 24 qu'en raison de la crise politique, économique et sociale en Algérie, une agression de l'armée algérienne contre le Maroc n'est pas exclue. En raison de la crise politique et économique, هذا يقول لك الاخر نو العسكر تاعنا هو اللي قال اعداء هذه درك ماشي 2016 درك اكتويلمون هاك
شوفوا بور ديكوني لي كون فوالا الجيريان على كريز انتيريور فير ان كونفلي ريجونال بور ديلوكاليزي لي كون دو ريفوجي صحراوي دو تندوف دون لو سوسول غورج دو بيترول دو شيست. L'amendement de la Constitution algérienne qui autorise dans sa nouvelle mouture l'Armée nationale populaire, ANP, à intervenir à l'étranger dans le cadre de l'Union africaine est un signe, explique le spécialiste. Il imagine que dans le cadre d'une demande d'aide militaire formulée par la République arabe sahraoui démocratique, l'Algérie pourrait intervenir militairement sur le sol marocain. L'Ajlaoui signale que pour résorber la crise financière et économique, les autorités algériennes sont obligées de passer par des décisions d'austérité impopulaires, ce qui pourrait déclencher des troubles sociaux dans le pays. En cas de banqueroute, il n'est pas exclu que les responsables algériens tentent de justifier leurs mesures impopulaires comme une augmentation des prix des denrées alimentaires du fait d'un conflit avec le Maroc, affirme l'expert. Sauf, effectivement, donc, la crise économique, etc. Donc, moi, يدير لو كونفلي مع المروك باش يقولوا الشعب تاعهم عندنا كريز ايكونوميك باسكو عندنا حرب مع المروك. شوف كيفاش راهم يوجدوا في الحاله، كيفاش راهم يخدموا في راهم يوجدوا. هادي باش تعرفوا واش راهو يحاك للجزائر. دونك هادي بدات هاد الايامات، وعلاش تقولوا نتوما؟ دونك هاد الايامات باس مروك دوكيمون تاع لي فار هذاك، شكون الانمي تاعهم؟ ان فوازان دو لاس كي نيكزيستي با هيستوريكمون، ما كناش نيكزيستيو هكذا تسمى. دونك اون ا با دروا ليكزيستونس، سي ان بي ا ديمولي هكذا. والحراك اللي داخل راه عيط بلا ما على بال واش كاين، ويتبع فيه هذاك الخبيث هذاك يضرب في الجيش تاعنا اش 24. تبعو مليح. اليوم كاين في الكوفرنمون تاع بنيامين نتنياهو دو كواليسيون هذاك نتاع الدولة الصهيونية اللي راهي دير في صفقة القرن مع الامريكان اللي ركعت كاع الدول هكذايا بلا بويسونس ميليتار تاع ليزامريكان وكذا، كي اتاك تو لي بيي اللي ما يستعرفوش بها سوا ايكونوميكمون سوا بارتي تروب لانتيريور ربيع العربي كيما حبيتو. دخلوا في كاع لي كونفلي، ضربوا في العراق، ضربوا في اليمن، ضربوا في سوريا، ضربوا بارتو. سكيفي اليوم لو باروك او يحس روحو ريفيغوري، علاش بوركوا؟ باسكو في الكوفرنمون تاع نتنياهو كاين دي مينيستر 10 دون لو مينيستر افير اترونجير تاعهم سي دي جويف ماروكان. سي دي جويف دوريجين ماروكان، او ناتيف دو ماروك، او والديهم مغاربه، تسمى عندهم لا دوب سيتوايانتي ماروكان اي اسرائيليان. تسمى المملكه المغربيه هكذايا عندها يد في قتل الفلسطينيين واغتصاب الفلسطينيين والاراضي الفلسطينيه، ودوك اللي رايحين ينحيوا الضفه الغربيه لفلسطين، رايحين يزوجوا يستعمروها وينحيوهم يريبوا لهم كاع الدير ويخرجوا. تسمى المملكه المغربيه عندها يد مع الصهيونيه العالميه. هادوك لي باس لي ديروهم هادوك كلش هادوك كاع مبريبارين لينا لمن مع من مع الدول الغاشمه الصهيونيه هاديك. دي مينيست 10 شوف نوري لكم دي مينيست دوريجين ماروكان دون نوفو غوفرنمون اسرائيلي. لانفورماسيون لي بارتو نجيب لكم غير وحده برك انايا. Après 500 jours de crise politique sans précédent en Israël, la Knesset a approuvé dimanche dernier le nouveau gouvernement d'Union nationale du Premier ministre Benjamin Netanyahu et son opposant Benny Gantz. Parmi les 36 ministres nommés, 10 sont d'origine marocaine. Le site Maghreb Intelligence a invité hier soir la liste des 10 Israéliens d'origine marocaine nommés aux différents ministères du nouveau gouvernement Netanyahu-Gantz. Le plus connu d'entre eux, Amir Peretz, ministre de l'économie et de l'industrie, est né à Béja, dans la région de Bni Mellal. Second d'eux, il devient président du Parti travailliste en juillet 2019. Ariel Déby, ministre de l'Intérieur, 59. Ah, le Goumka me chauffe.
maladie. سي غراف. ايا سي زيطوط لو كان جا حنا عندنا باغ اكزومبل الغوفرنمون الجزائري ولا في الغوفرنمون الاسرائيلي عندك دي زالجيريان دوريجين جويف في الغوفرنمون الاسرائيلي الشعب مسكين المروكي لا سبيل له مسكين عفس عليه يا بيان سير خاوتنا المغاربه سي نورمال كاين فيهم يسبوا دابون دوك باينين مي الشعب اون جينيرال يحبونا ما يكرهوناش وحنا كيف نحبوهم ما نكرهم ساكن راهم عفس عليهم شبيك شوف ديك من دارهم هاد الناس هادو ما اسكو كروايي بلي ما يجيبوش المروك صفقة القرن علاش داروها مع بك هكذاك برك سي باش المروك يديري ودرع عليه يديري راه بدا يتقترب منهم دوزمون دوزمون خايفين من الشعوب ديالهم الخارج كاع مشى معاهم يا با بروبلام الخارج باينة وقالهم البارح قالهم البارح واسمو طوني بلار قالوا الحجر مليحة دوك في الشرق الاوسطي كاع لي بي تاع الخارج مشاو مع اسرائيل هذي قالوا البارح هذه باش نوريلكم كي يقول لك واحد تقول لي لا لا ما كان والو مع المغرب ماشي عداونا لا سي بون حنا هما العسكر تاعنا هو اللي ماشي مليح شنقريحه هو اللي قرمتو مع ديال ابون هي قدامك شوف قدامنا يا الخاوة وهذا الوقت والدنيا راهي مقلوبه تقربوا لنا اسرائيل كان يقول لك مثلا بصح اسرائيل بعيد علينا واش دخلنا فينا وحنا واش دخلنا بروبليم فلسطينيا حنا ما منو كان ما ندخلوش حنا بروبليم فلسطينيا اسمعني مليح لو في كون ريكوني با لي با اسرائيليين يهدموك يكسروك داروها في لا بوليفي شوف بوليفي ان كو ديتا بور اسرائيل اوسي فينيزويلا اكو تشوفو راحو حتى لا بوليفي لازم لي زيتا يستعرفوا بهم باش يولوا نيطا هذا هو البلان ديالهم هما تشوفو La droite cherche à reconquérir la Bolivie, à démanteler la solidarité avec la Palestine et à faire appel à des conseillers israéliens pour aider à écraser les manifestants. D'ailleurs, dans la Bolivie, dans le Evo Morales, dans le coup d'État. Il coule que peu de temps après que le président bolivien de gauche, Evo Morales, a été évincé lors d'un coup d'État soutenu par les États-Unis en novembre, déguisé en noble réaction à une présumée fraude électorale, l'autoproclamé gouvernement bolivien par intérim, et on ne peut plus, à droite, a annoncé le renouvellement des relations diplomatiques avec Israël. Venezuela, qu'est-ce qu'il y a pour que vous vous en priez pour Israël. Je ne sais pas si vous vous en priez pour Israël. Je ne sais pas si vous vous en priez pour Israël. الامارات السعوديه قطر الكويت عمان تركيا معاهم تركيا عندهم دي زاكور معاهم مش تبع العلم تاع تركيا مع وهذا العامل هذايا راهو يمشي في هذا المخطط هذايا يمشي في هذا المخطط هادو لي مينيست اسرائيلي 10 ماروكان خو عم بالكم نتوما داروها غير كيما هي طويله راه شوفوا نقول لكم واحد الفيديو قديمه شوفوا دقيقة برك نوريلكم فيديو قديمة بلي كانوا يوجدوا فيها وكذا وهما لي إسرائيلية وعارين تعطي لي يخدموا الخدمة طويلة شوف اوكي هاوليك أمير بيريتس شوف هو شوفوا نوريكم فيديو Je traduis.
حكيته يعني ما في يعني بحب اني احكي بالعربي لانه انا عربي من هالبلاد ولكن انا المريض الموجود في الحكومه الاسرائيليه وفي احترامي كثير فطبيعه الحال انا كثير مسرور انه نحن عم نتقدم في العلاقات من جديد مع المغرب ومع الدول العربيه كلها في اشياء ممكن نحكيها في اشياء ما نقدر نحكي فيها ولكن نحن على طريق صحيح في العلاقات مع عده دول حاليا ونحن نتمل انه قريب ايوب اكثر في الكل كان نشوفه نحن نتمل قريب كيف فتحنا في ابو ظبي مكتب جديد نتمل انه نفتح من جديد مكتب كمان في المغرب لما تقديم المصالح بين البلدين انا كنت بالمغرب ونحن في حديث مع المغرب وان شاء الله قريبا نسمع اخبارهم نحن بنشوف انه الظروف اللي عم تمر المنطقه من ناحيه التطرف الديني اللي بتصير هو صعب كثير على كل منطقه الديمقراطيه والحريه بالعالم وطبيعة الحال هذا التطرف ما بيعطي أي شيء بس ويلات على كل شعوب المنطقة ولذلك نحن كل مين بهمه يحارب هذا التطرف نحن معه نحن مع الحرية نحن مع الديمقراطية نحن مع بناء علاقات مع كل العالم أنا بعتقد أن الخلاف السعودي التقدم في هذا المنطقة في هذا المنطقة وما في عندي شك انه وجود ترامب في البيت الابيض يعني بيعطينا امكانيات جديده انه نبدا من جديد كل الحلف مع الامريكا في ضمنه الائتلاف السعودي والمغرب طبعا نحن بنشوف انه هذا بده يقرب وجهات النظر بين كل الائتلاف هذا لانه الخطوره موجوده من الشمال والتطرف موجود من الشمال ونحن بنعرف انه الغايب اكثر من المبين انه عم يلعبوا لعبه كبيره ونحن اذا بنحط ايدنا في ايد بعض كل ما يسمى الائتلاف السعودي والائتلاف السني خلينا نحكي هو اللي بيعطي جواب ضد هذا التصرف اللي موجود بالمنطقه اهلا وسهلا فيكم انا بكون على اتصال معكم حتى في بلدكم اهلا وسهلا كيف بقولوا يا اهلا وسهلا فيكم شرفتونا بهذه الزياره المقدسه اهلا وسهلا فيكم شيخ ابراهيم شاشا بيتون اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم زيتوتي يجي يهضر علاش مقريحه والجيش قتال والجيش التسعينيات جينيرو على بوبال راكو تعيطوا والجزائر تدي الاستقلال راح يدوا الاستقلال باش تطيحوا الجيش تاعكم تدخلوه في دوامة انتيريور ما حبيتوش تفهموا بلي رانا في حرب ضروس رام يدوروا بينا بس ما حبيتوش تفهموا انتم الجيش ما تقدروهوش بصح انتم وليتوا عصا في الامبريالية الصهيونية غنوريكم بلي براف إذا ما فهمت مور هادية بعد قدوة تقول داروا لي الجيش ولا فعلوا لي ولا داروا لي الصحراء ولا بالك رد بالك بك تهضر هاد الهضرة برك رد بالك تهضر هاد الهضرة برك حنا نلبو فيكم نقول لكم بالك والبلاد راهي اون دونجي سيرتو درك حنايا شوف نوري لكم باش تعرفوا مليح شو واش يقول طوني بلا اليوم جي زون امبوست بلا العلاقة الجيدة بين إسرائيل والخليج هي أكبر تغيير الآن مشوا بهم الامارات السعوديه قطر ما كيما يتهموش بيناتهم القطر والسعوديه وتركيا بصح راهم كاع يصبوا من جهه ولا من اخرى في المشروع هذا تاع شط الاوس الكبير والجزائر قاعدة لهم عظمه ودوك راهم ضاروا بينا كاع راهم في المروك الله بصحين يبنوها فرصة راح تمد لهم دراهم هكذايا باش يشوفوا لي ميسيل شكون راح يفينونس لهم هذيك لاباز باش يجي اسرائيل بيان سور واش بيكم انتوما اسكو با بروفيتي صا ولا نو بيان سور كيفاش لا راهو يقول لك 10 مينيت ماروكان مشترك مع الصهيون المخزن مشترك معاهم
ماروكان في الدوله الصالونيه وعاطيهم سيتوينتي تسمى قابل بهم خلاص شغل هو شغله اسرائيل شغلهم ويديروا واش يحبوا يصون ليبر حابين يديروا هكذا باش يرسموا روحهم دابا بصح حنا كجزائريين ليستوار ضد الاستعمار ما نقدرش نستعرفوا بواحد مستعمر غاشم امبوسيبل شتو باش نقول لكم بركي رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير تحدث في لقاء صحفي عن إذابة جليد العلاقات بين إسرائيل والدول الخارج والتي اعتبرها إنها علامة على تقدم حقيقي بدلا من مجرد سياسة واقعية مشير إلى أن هذا هو أكبر تغيير بالنسبة للشرق الأوسط هذا هو أكبر تغيير أسرى بيدي شوف هذه جينا على المروك إسرائيل قلت لكم كيف تضربوا لبوليفي فنزويلا جميع واحد بس 12 مليون لازم يكسروا خليك يا الجزائر دوك الدول الخارج تعرفوا بهم وكذا يخدموا بهم يحطوا كيما تركيا يجي يديهم باز ومن بعد يردها يديهم باز نتاع لوطان يستعرف بهم لوطان يقول لك راني معاكم تسمى لوطان عاود دخل ليبيا بلابورت نتاع لا تركي ويسالف الارهابيين باسكو السياج ارهابيين دوك نوريهم لكم هكذا اللي يقول لكم زيبوط حنايا لازم نقعدوا معاهم ونمشوا مع السراج السراج هذاك ولا السراج ولا ما نعرف الدوله الوطنيه هذيك اللي 27 كيلومتر برك من لا فرونتيير تونيزيان شوفوا نوري لكم شوفوا نوريكم ماريكان قلت لكم انا بلي كان حبوا يديروا اتونسيون كو دي طون تونيزي من الامارات والسعوديه وكذا باش يكونتورنيو زعما لا تركي هكذا يضربوا على ليبيا تخدم دوك لوطون ما حبوا يقلبوا لاسرائيل بياسر باسكو انت شوف كاع هادوما يصبوا مع اسرائيل والمريكان لوطون ستادير دوكا حبوا يقلبوا تونس يديروا له شونطاج يحطوا يستعرضوا له يقلبوها قلت لكم هادي استنى نوريها لكم وين راهي دوك نوريها لكم تشوفوها Tentative de coup d'état déjoué en Tunisie. Mejdi Boudina dénonce le silence des autorités. C'est les bases de l'homme thématique. Le député du parti d'Historien Libre, PDL, à l'Assemblée des représentants du peuple d'Am, Mejdi Boudina, a dénoncé ce lundi 1er juin 2020 le silence de la présidence de la République. 1er juin, il y a sinon la présidence de la République passe aux informations faisant état de la mise en échec par les services de renseignement turcs d'un coup d'état en Tunisie, s'exprimant ce matin sur les ondes de Shams FM. L'élu a appelé les autorités compétentes à l'ouverture d'une enquête dans les plus brefs délais, afin de déterminer les dessous de ce dossier, considérant qu'une fois ces informations sont confirmées, la justice doit se mobiliser et prendre les mesures nécessaires. Donc, à l'enfiguer, la Saoudia ou l'Emarat, والقطر وتركيا في تونس تبعوا مليح شنو نقول لكم مانيش نديكم في لا بروباغاندا اللي عندكم تكون عندكم اون ليكتور بوليتيك جيو بوليتيك جيو استراتيجيك اي ميليتار باش تكون عندكم اون فيزيون تعرفوا بلادنا وين راهي خلينا المشكل انتيريور هو المشكل انتيريور هذايا الشعب ما حبش يفهم ماشي كاع الشعب على كل حال ناس فئه صغيره اللي تبعوا فيها الاسلاميين تاع الفيس وتاع الرشاد تاع تركيا وتاع كذا ويضربوا في الجيش يضربوا في الجيش وهذه تساعدهم باسكو ما يقدرش يظلم عليك هكذا غير كان طفوضة في الجزائر زعما واصطدمت الشعب مع الجيش تما ديك ينجموا يدخلوا روحهم ويبداو يفرحوا تما ويديروا الشونطاج للبوفوار الجزائري باش يطيحوا نفس صفقة القلب فهمتوا هذه قلت لكم هاي خرج كونفيرمات يا اخي نو اوكي صح باش تعرفوا بك شوف Les Américains, conflit libyen, les USA envisagent d'utiliser leurs forces militaires en Tunisie. Chan Bazad Nadorka, militaire, israélien, marocain, américain, l'OTAN, Wapia, ce que je dois
شوف 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 يا جماعه الخير، عفوا السياسه انتوما. لارونس فيان دو طومبي الوب دو سو سامدي 30 مي، لي ايتازوني اونت انونسي افوار لانتونسيون دوتيليزي اون بريغاد ميليتير انستالي اون تونيزي اون ريبونس ا سكيز ابيل لي اكتيفيتي روس اون ليبي. En effet, cité par l'agence Reuters, l'armée américaine annonce envisager l'utilisation de l'une de ses brigades assistance aux forces de sécurité en Tunisie au milieu des inquiétudes suscitées par l'activité russe en Libye. Alors que la Russie continue, ou dame d'amener. Coup d'État, base américaine, Qatar, Saoudi, Turquie, Qatar, Émirat, Libye, l'OTAN de Libye, Turquie, il bat tout le monde, mercenaires. Alors, il dit les mercenaires, t'en as un بعد يقول لكم شي معاهم هذوك ملاح دوك نقول لكم شكون هما لي شكون هو السراج السراج هذاك شكون هما الميليشيات تاعو باش تكون في علمكم من اجل اهلنا في ليبيا ومن اجل اقامه الشرع الاسلامي وتحقيق شرع الله سبحانه وتعالى احنا عارفين وضعنا يعني من اول يوم وضعنا اقدامنا في والله ما من اجل تغذيه من اجل اهلنا في ليبيا ومن اجل اقامه الشرع الاسلامي وتحقيق شرع الله سبحانه وتعالى احنا عارفين وضعنا يعني من اول يوم وضعنا اقدامنا في هذه الطريق ان الشباب كل من انتحر في نصرة هذا الدين لن يدون عوض الا يشهد الله سبحانه وتعالى من استرداد حقوق المسلمين والمسلمين. رسالة يا إخواننا في ليبيا، هذه رسالة من إخوانكم من أهل الشعب. يا إخواني في ليبيا، في يا أسودة درنا وأسودة بن غازي ويا أسودة السرت، والله لا خير فيكم إن أسلمتم البلاد والعباد لهؤلاء المرتدين. شتو شكون هما أصحاب اللي بصحاب زيطوط في ليبيا؟ صحاب الرشاد هادو ما اللي قلت لازم الجيش الجزائري يمشي معاهم باش تعرفوا برك يعني باش يكون في علمكم باش ما يخدعوكمش فهمتوا شو نوري لكم يخبيو كاع الارهابيين يا سي محمد مخبيين في ليبيا ودخلوا يضربوا البلدان تاعهم دوك نوري لكم هذيك باندير لكم فيديو عليها بيان سبيسيال شكون هما اصحاب ليبيا كان هضرنا على لي غون بيسونس شوف كيفاش يقول لك يكونفيرمي ليك زيطوط باللي الحراك يستعملوه ضد الجيش الجزائري باش يكون عصا في يد الامبرياليه هو يقولها بفمه شوفوا مليح باش نعاود نرجع اذا قلت هذا هو ما يراد ولذلك جاء موضوع تغيير عقيده الجيش الجزائري اذا
الجيش المالي. باش نعاود نرجع، اذا قلت هذا هو ما يراد، ولذلك جاء موضوع تغيير عقيدة الجيش الجزائري بحيث تغيير الدستور بحيث يمكن ارسال الجيش الجزائري الى الخارج. بمجرد ما يعدلوا الدستور ستسمعون ان الجيش الجزائري خرج يكافح في الارهاب في مالي والنيجر، وبعد شويه ممكن في ليبيا، وبعد شويه ممكن في اليمن وفي اي مكان تحتاجه القوى الاستعماريه. تمنوا هذه انتوما تما يجوا هما ويقولوا الجيش الجزائري روح لمالي روح اليمن روح ليبيا روح. تمنوا هذا تمنوا فوالي موت بات باش تمنع في مهدي. شوف اسمع، لان علاش؟ لان قياده الجيش قياده ضعيفه خايفه من شعبها، الشعب يقول جنرال لافوبيل والجزائر تدي الاستقلال، الامريكان والفرنسيس يقولوا لهم احنا معلاش تروحوا لافوبيل اقعدوا احنا نعاونوكم وانتم عاونونا، خلونا نديروا عمليه تعاون، احنا نعاونوكم تبقوا في السلطه وانتم تعاونونا باش نقضي على الجماعات الارهابيه اينما وجدت خاصه في مالي والنيجر وليبيا. فهمتوا؟ هاو قالكم باللي تما الجيش الجزائري الشعب تاعو راهو يقولوا جينيرو على بوبال، تما غادي تساعد الغرب والامبرياليه، هكذا كيقولوا نخلوا نحن نخلوكم في الحكم تخدموا علينا، هكذا الشعب تاعكم تما يضغطوا على الجيش تاعنا والدوله تاعنا بالشعب الجزائري، هاو يقولها لكم فمو. تما انتوما ياكو تقولوا الحراك لجينيرو على بوبال، انتوما راكو تخدموا هذا البروجي امبريالي هذايا، وتحطوا الدوله الجزائريه والجيش الجزائري تحطوه كما يقول لكم هو زيطوط تحت الضغط وباش يقبل كلش. تسمى هو يقول لكم عم يخدموا بكم يستعرف، وانتم ما حبيتوش تستعرفوا، هو يستعرفكم هو فمو بصح ما يخدموا بكم باش يريبوا الجيش من داخل. هادي واش عم يخدموا؟ ما تستعرفش باسرائيل نقلبوا لك بلادك. كما كنت نقول لكم واحد الوقت زمان كان يقول لك لو كان ما تركعوش نحاول نبعثوا لكم ولادنا، دوكا يقول لك لو كان ما تركعش نبعثوا لكم ولادك. هذا هو البروجي اللي تخدم معاه الناس هذوما العملاء نتاع تركيا نتاع الناطو نتاع لوطون، باسكو لو برومات يقولوا لهم نطيحوا هاد الدوله وحنا نحطوا لكم في الحكم، انتوما تولوا تحكموا في الجزائر وكذا ودوله مدنيه تبع اسلاميه ونحلوا لي فرونتيير مع المغرب، دير لي فرونتيير مع كرو ماغريب مع الارهابيين هذوك، ولا دير شكون مع لي باز مع لي مينيستر الاسرائيليين تاع المغرب، مع من عندي كرو ماغريب مع لي مهدمه واش من كرو ماغريب راح دير سي فيني الحكايه هذه. حتى الجامعه العربيه ما كان والو خو سي فيني الجامعه العربيه وفي بلي بارتي حنا هكذاك برك انا قاعدين معاهم برك بو سافوار سكي فون مي انا اوكان ما عندها اوكان بوا بلي اوكان بوا سي فيني. دونك حنا رانا مسالين يا الخاوه، وانتوما اللي كنت تقولوا الجيش على بوبال تقوليش لي جينيرو والعسكر، الجينيرو هما اللي يحكموا الجيش، هما اللي يدربوا الجيش، هما اللي يعرفوا الجيش، هما اللي عندهم اكسبيريونس تاع الحروب، داروا حروب زمان ويعرفوا كاع واش كاين في الجيش ولي سيكري تاع الجيش. باش تقول لي غير لي جينيرو هذه ما تلعبهاليش ليا رايا، راكم ضد الجيش تحبوا ولا تكرهوا، جميع واحد يخرج جايين جينيرو على بوبال جزائر دير الاستقلال عارف باللي هذا السلوغون هذا صهيوني امبريالي بامتياز وتاع الاسلامويين اللي خدموا عليهم. لوطون تصفق على تركيا ومع الارهابيين، هو راه يقول لكم فمو قال لكم يضغطوا على الجيش تاعنا ويقولوا له كذا هذه باش تعرفوا باش نوري لكم. ردوا بالكم يا جماعه الخير، ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم واش راكم ديروا. شوف نوري لكم ود حكموها داعش ابو بكر الرويضاني غير كيما حكموه في ليبيا. هذا مرتزق كان حاكم داعش كان قيادي في داعش. السلام عليكم، نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. خبر اليوم، الجيش الليبي يعلن القبض على قيادي سوري في داعش يقاتل مع تشكيلات الوفاق. أعلن الجيش الوطني الليبي يوم الأحد القبض على القيادي السوري في داعش محمد الرويضاني المكني أبو بكر الرويضاني
وهو يقاتل مع تشكيلات قوات الوفاق بحسب ما هاوليك اشتفوه مليح السلام عليكم. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. خبر اليوم: الجيش الليبي يعلن القبض على قيادي سوري في داعش يقاتل مع تشكيلات الوفاق. أعلن الجيش الوطني الليبي يوم الأحد القبض على القيادي السوري في داعش محمد الرويضاني ابن أبو بكر الرويضاني وهو يقاتل مع تشكيلات الإسلاميين أصادوا بدا هذا حكموا في السلام عليكم دارهم هذوك الوفاق. شوفوا زني نوري لكم الأشماوي المصري أونسيان أوفيسيي تاع لي فور سبيسيال مصروة وقلبها مع داعش وكذا كان حكموه في ليبيا ومقتلوه. دوك نوري لكم دوك نوري لكم ولوطون على بالهم بهم بصح قالك حنا مع تركيا تركيا هادو هما العسكر ديالو المرتزقه تاعو واللي يقول لكم الخلافه العثمانيه وتركيا وتركيا مليحه وكونوا مع تركيا هذاك العشماوي دوك نوريكم واش داروا كنتم تتقون صدق الله العظيم تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي هشام علي عشماوي الذي ارتكب الجرائم الآتية: أولا المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله. شوفوا نوري لكم ولا حبوا دخلوا الجزائر هاد الخبات هادو بضرب الجيش الجزائري ينوضوا الحقد بين الجيش الجزائري وبين الشعب ديالو هكذايا. شوفوا هذا كي جابوه من ليبيا أصحابه ما تسيبهمش
ازاي قدر؟ ازاي وهو كان ضابط في اشرف جيش؟ ازاي بعد ما اقسم يحمي ترابها؟ ازاي موت اصحابه زمايله؟ ازاي ما كانش فاهم ان ده جيش ما بيتكسرش ودولة ما بترجعش علشان بيحميها وحوش؟ كان مفروض يبقى واحد منهم. ازاي ضل؟ يا ريت ما كان مصري، ويا ريت هدول اصحاب زيته راحوا يقولك ثوار هدوما، احرار هدوما، ديرونا انفياف تاع الارهاب ولي باص تاع الوطن، يخدو بهاد لي مارسوناج قدامنا من مروك من تونس وليبيا. وخليك ساحل، انتوما تضربوا في الجيش تاعكم وتسبوا في الجيش تاعكم ليل نهار، تعود تلحموا معاه، البلاد راهي في خاطر انتوما. لا لا، شوفوا نوري لكم، شوفوا هم جي فو اي سي زيطوط. مش تعرف في ليبيا وكما في سوريا وكما في العراق وكما في اليمن شتو شو كنت نقول لكم؟ وهم يور لكم غير المالي وفرنسا وحلوا الاجواء سيتو هذا ما كان صح، ما يوريهولكش، ما تعرفوش واش راهو صار خفاء. الشعب ما لازمش يعرف هذا الشيء. تما عندكم اون اوبسيون، الجيش تاع الجزائر تخلوه طرونكيل، ما تشوشوش عليه، بس كل طوق مازالكم تلحوا على الجيش طرا كنت نشوف هذا المشروع هذا، تحبوا ولا تكرهوا؟ قالكم فمو زي طوط، قالكم يقولوا له الشعب تاعك وكونتر عليك بلا مشي معانا، فهمتوا؟ هو يقول لكم فمو يحيى الجيش الوطني الشعبي، فهمتوا كيفاش؟ هذه لا رجوع فيها، لا رجوع فيها. كليتو ما كليتوش ليكونومي دبراسكم، شغلكم هكذايا بصح باش تلاحوا الجيش راكو غالطين يا الخوا. انتو هاك واي مليحه هادي، نحاولوا نشوفوا